بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. لا يزال الكلام حول بحث الكفالة. قال: وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز، يعني اشتريت مني كتابا وأنت لا تملك ثمن هذا الكتاب، لا تملك ثمن هذا الكتاب، فجاء زيد وقال أنا أكفله بالثمن. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. متى السفر؟ إن شاء الله. نحمد الله أن جئتنا لنراك. فقال أنا أكفله، يعني أنا أدفع الثمن إن هو لم يدفعه، أنا آتيك بالثمن. قال: وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز، لأنه دين كسائر الديون، لأنه دين كسائر الديون، يعني هو أراد بقوله لأنه دين أي أنه دين صحيح، دين صحيح، فيمكن استيفاؤه من الكفيل، يمكن استيفاؤه من الكفيل، فتصح الكفالة به. وذكرنا في الدرس الماضي أظن أو سيأتي معنا ما أعرف أن الفرق بين الدين الصحيح والدين غير الصحيح. الدين الصحيح هو ما يسقط بالإبراء، ما يسقط بالإبراء، خرج بذلك دين المكاتب، المكاتب لا يسقط بالإبراء، أو يسقط بالإبراء وبغيره بالتعجيز، إن عجز عجز نفسه، أظن سيأتي معنا. قال: وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز، لما؟ لأنه دين صحيح، لأنه دين كسائر الديون. وإن تكفل، لأنه الضمير عائد لأي شيء هنا؟ للثمن، لأن الثمن دين كسائر الديون، فلما كان الثمن دينا كسائر الديون جاز أن يتكفل عنه. قال: وإن تكفل عن البائع بالمبيع، قال لي أنا أبيعك كتاب فلاني ولكن الآن غير موجود عندي، أعطني ثمنه، فأنت قلت أنا أكفل لك بأن أكفله بأن يأتيك بالكتاب، تكفلت أنت عن البائع بأن يأتي بالمبيع. قال: وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح، لأنه يعني لأن المبيع، لأنه لأن المبيع مضمون بغيره وهو الثمن، مضمون بغيره وهو الثمن، فإذا كان مضمونا بغيره أنت أيها الكفيل لا تملك، لا تستطيع، تعجز أن تأتيني به إذا هلك، أن تأتيني به إذا هلك، لأنه لو هلكت العين ماذا يسقط؟ الثمن. لو هلكت هذه العين سقط الثمن الذي يقابلها. قال: وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح، لأنه مضمون بغيره وهو الثمن. والكفالة بالأعيان المضمونة إنما تصح إذا كانت مضمونة بنفسها، إذا كانت مضمونة بنفسها. ما هي الأعيان المضمونة بنفسها أحبابنا؟ هي الأعيان المضمونة بنفسها هي ما يجب رد عينها إن كانت باقية،
الأعيان المضمونة بنفسها. انتبه، المبيع مضمون بالثمن بغيره. أما لو كان الكتاب، انتبه، الكتاب ليس مبيعا، كان مضمونا بنفسه الكتاب، فلما صار مبيعا صار مضمونا بغيره بالثمن. قبل أن يباع كان مضمونا بنفسه، بمعنى أنه يجب رد عينه. أنت لما تغصبه مني يجب عليك أن ترد لي عين المغصوب، عين الكتاب، فإن هلك ترد لي قيمته. واضح؟ إذن الشيء نفسه يكون مضمونا بنفسه ومضمونا بغيره. متى يكون مضمونا بنفسه؟ إذا كان خاليا عن العقد. أما إذا صار مبيعا صار مضمونا بنفسه، يعني بالثمن، فإذا سقط الثمن. أما إذا كان الكتاب ملكي وغصبته وهلك، هل يتلاشى كل شيء؟ لا، تضمن قيمته أو ترد عين المغصوب. قال: والكفالة بالأعيان المضمونة إنما تصح إذا كانت مضمونة بنفسها، كالمبيع فاسدا، كالمبيع بعقد فاسد. ومعلوم لديكم مرة معنا أن البيع الفاسد، أن البيع الفاسد يوجب الملك بالقبض، يوجب الملك بالقبض، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه، فسخ العقد، ويرد هذا المبيع وذاك الثمن ما دامت العين موجودة. فإذا هلكت، ما الجواب؟ هلكت بالقيمة وليست بالثمن، هلكت بالقيمة ولم تهلك بالثمن. هذا مر معنا في كتاب الأباب البيع الفاسد. قال: كالمبيع فاسدا إذا هلك، إذا كان المبيع قائما موجودا أرد عين المبيع، إذا هلك أرد قيمته، القيمة غير الثمن. أنا قد أبيعك هذا بمئة ألف ولكن قيمته عشرة. مرة من الشخص، أنا كان في عندي الكلام من 20 سنة تقريبا، كان عندي كمبيوتر، كانت كمبيوترات يعني غير هذا، كانت الشاشة هكذا ضخمة، هكذا كان الشاشة، ليست كهذه الأيام، وكان الكيس كله كان يعني أشكال الكمبيوتر كان غير الشكل هذا، أضخم. كان في عندي كمبيوتر أريد أن أبيعه لأشتري أفضل منه. كنت قد اشتريته، أذكر في ذاك الزمان، حتى كان في الزمن الماضي من 20 سنة أغلى ثمن الكمبيوتر من الآن، كانت النسخ كلها أصلية، الآن كلها مضروب، يعني كلها شغل الصين وغيره. فالمهم كنت شاري الكمبيوتر أنا أذكر بتقريبا 30 ألف، مبلغ كبير، 30 ألف. فأردت أن أغيره وأشتري واحد ب40 ألف. فجاء شخص قال لي: أنا شيخ أشتري كمبيوتر. قلت له: انتبه، هذا كمبيوتر الشيخ، أنا أريد أن أبيعه ب40 ألف كي أشتري واحد ب40 ألف. نظر علي هكذا، قال: يعني الآن كم ثمن كتاب هذا الكمبيوتر؟ قلت: لو أنك ذهبت الآن لتشتريه، تشتريه ب20، ب25، ربما تشتري، ربما تشتريه ب15 ألف، أما أنا هذا أبيعه ب40. قال لي: ما فهمت. قلت: هذا كمبيوتري أنا، له خصيصة، له ميزة. قال: سأشتريه ب40 ألف. قلت: أنا بعتك إياها ب40 ألف، ما عندي مشكلة. فاشتروها ب40 ألف، هذا ثمنه. أما قيمته هي في الواقع كانت يساوي أقل بكثير، يساوي قيمته، فالقيمة غير الثمن. قال: كالمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء، والمقبوض على سوم الشراء، يعني أنا الآن هذا الجهاز أريد أن أبيعه، فأخذته أنت المشتري، تقلبه هكذا فسرق من يدك، هلك بيدك أنت المشتري، قبضته مني، لم تشتريه بعد ولكن على إرادة الشراء، فأنت لما هلك الآن هذا مضمون بنفسه، إما أن ترد لي عينه وإما أن ترد لي قيمته. والمغصوب، ذكرنا مثال المغصوب،
نعم. إذا الآن الكلام كان عن قال وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح. واضح الكلام؟ في إشكال أحبابنا؟ طيب. قال ومن استأجر دابة ليحمل عليها أو عبدا، استأجر عبدا للخدمة، فإن كانت الإجارة لدابة بعينها، استأجر هذا البغل بعينه، البغل المخطط المنقط الأحمر، بغلا دابة بعينها، فإن كانت الإجارة لدابة بعينها أو عبد بعينه، هذا العبد مفتول العضلات، أصلع الرأس، معين حدده. كنت أريد الأشقر فحاولت أن نظرت إليك فما أحببت، فقلت أصلع الرأس. أصلع الرأس، فحددت هذا العبد بأنه مفتول عضلات وأصلع. سامع الشيخ سامع أصلع. فحددنا العبد بعينه. قال لم تصح الكفالة، فجاء إنسان وقال لك أنا أكفل هذا المؤجر بأنه سيأتيك بالدابة المعينة، وأكفل هذا المؤجر بأنه سيأتيك بالعبد المعين، لا تصح الكفالة. قال لم تصح الكفالة بالحمل على أقل تمام بالحمل عليها والخدمة بنفسه، لا تصح. لما؟ قال لأن الكفيل يعجز عن ذلك، يعني يعجز عن تسليم الدابة المعينة، ويعجز كذلك عن تسليم العبد المعين. متى يعجز؟ عند تعذره بالموت، فقد يموت العبد، وقد تموت الدابة، وقد يمرض العبد، وقد تمرض الدابة إلى غير ذلك، أو قد يغصب يسرق. قال لأن الكفيل قد يعجز عن ذلك عند تعذره بالموت، وكذلك لأن هذه الدابة وهذا العبد كل منهما ملك للغير، ملك للغير، وأنت ليس لك سلطان على ملك الغير. والمستحق ما هو؟ المستحق الحمل على الدابة والخدمة بالعبد، بالخدمة من العبد. فلو أنه حمل على دابة أخرى، فلو أنه حمل الكفيل حمل على دابة أخرى، ما الحكم؟ قال لا يستحق الأجر، لا يستحق الأجر. ليه؟ لأن الدابة معينة، ولو خدمه بنفسه أو بعبد آخر كذلك لا يستحق الأجر. نعم. قال وإن كانت لدابة بغير عينها، كانت الكفالة لدابة بغير عينها وعبد بغير عينه، جازت الكفالة. لما جازت الكفالة هنا؟ قال لأن المستحق حينئذ، ما هو المستحق؟ الحمل أو الخدمة. لأن المستحق حينئذ مقدور للكفيل، يمكنه أن يحمل على أي دابة كانت، ويمكنه أن يخدمه هو الكفيل عوضا عن ذلك العبد، فتصح الكفالة. قال ولا تصح الكفالة بنوعيها، يعني الكفالة بالنفس والكفالة بالمال لا تصح الكفالة بنوعيها إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد، إلا بقبول المكفول له، يعني كما قلنا أنا أريد بيع هذا الجهاز للشيخ عبد الله بمئة درهم، قال أنا ما معي الآن، فجاء زيد وقال أنا أكفل ثمنه، أنا أعطيك الثمن، صحت الكفالة، ولكن من المكفول له؟ أنا الفقير بائع الجهاز،
لا تصح هذه الكفالة إلا بأن أقبل في مجلس العقد، واضح؟ ولا تصح الكفالة بنوعيها إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. فلو غادر وبعد ساعة ساعتين يوم اثنين شهر شهرين، الشيخ عبد الله ما أعطاني الفلوس، اتصلت بزيد قال لي أنت كفلت فلان، أنا قبلت الكفالة، قال لا انتهى، ليس لك أن تقبل الآن، القبول يكون في مجلس العقد إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. قال في التصحيح: وهذا يعني اشتراط قبول المكفول له في مجلس العقد عند سيد أبي حنيفة ومحمد، وهو في الواقع هو قول أبي يوسف أولا، وهو قول أبي يوسف أولا، وقال أبو يوسف آخرا، يعني يجوز إذا بلغه فأجاز، يعني إذا بلغ خبر الكفالة المكفول له فأجاز جاز. وعليه يرى أبو يوسف أن الكفالة هنا تتوقف على إجازة المكفول له، كما هو الحكم في سائر تصرفات الفضول. أنت لو بعت هذا الجهاز، قال لك عبد الله الجهاز الذي بيد الشيخ أنا يعجبني، دائما يعمل فيه الشيخ، أريد أن أشتريه، فتقول له أنت بعتك إياه ب100 درهم، فأنت فضولي وهو مشتري وأنت بائع، فوصلني الخبر 100 درهم، جميل، وافقت قبلت أجزت، لم أوافق، إذن توقف هذا العقد على موافقتي البائع. وكذلك هنا قال: والمختار قولهما، يعني قول سيد أبي حنيفة ومحمد عند المحبوبي والنسفي وغيرهما. الله، كفالة ليس توكيل، كفالة. أجاز الكفالة، الكلام عن الكفالة ليس عن توكيل البيع، لكن ذكرت لك مثال، أنا قلت لك أبو يوسف يرى أن الكفالة عقد كسائر عقود الفضولي موقوفة على الإجازة، واضح؟ أبو يوسف هذا قوله ثانيا، قوله ثانيا. هو في الواقع أبو يوسف ثلاثة أقوال في هذه المسألة، أنه في قول أنه يجوز عنده مطلقا، سواء قبل في المجلس أو لم يقبل أو حتى لم يجز لما أخبر، تجوز مطلقا. قال: والمختار قولهما عند المحبوبي والنسفي وغيرهما. قال: إلا في مسألة واحدة، يعني لا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس إلا في مسألة واحدة، وهي هذه المسألة: أن يقول المريض، خرج بالمريض الصحيح، خرج بالمريض الصحيح، لأنه لو قال كما سنذكر بعد قليل الآن، كما سنذكر بعد قليل، قال: وهي أن يقول المريض المليء، خرج بالمليء غير المليء المفلس. ما هو المليء؟ هو الذي عنده ما يفي به دينه، هذا هو المليء، ليس الذي معه مال فقط، عنده مال يكفي لسداد دينه، هذا هو المليء. وهي أن يقول المريض المليء لوارثه، خرج بالوارث غير الوارث، هذه قيود أحبابنا، هذه قيود، أن يقول المريض خرج الصحيح، المليء خرج غير المليء، لوارثه خرج الأجنبي، ماذا قال له؟ تكفل عني بما علي من الدين، هكذا، لم يذكر له المكفول له، لم يذكر له الطالب، فتكفل به، يعني تكفل الوارث بما عليه من الديون، فتكفل به الوارث مع غيبة الغرماء،
يعني المكفول لهم، الغرماء هم المكفول لهم. قال فإنه يصح اتفاقا بين أبي حنيفة وأبي يوسف والإمام محمد مع غيبة الغرماء، فإنه يصح اتفاقا استحسانا. استحسانا طبعا كل استحسان لا بد له من وجه، لا بد له من وجه. ما هو وجه هذا الاستحسان؟ لهذا الاستحسان له وجهان، له وجهان ذكرهما صاحب الهداية. الشيخ ذكر لنا وجها واحدا وسأذكر لكم الوجه الثاني. الوجه الأول لهذا الاستحسان بيّنه الشيخ فقال لأن ذلك في الحقيقة وصية، يعني لما قال لوارثه تكفل عني بما علي من الدين، هذا ليس كفالة في الحقيقة وإنما هو وصية، فيصير كأنه أوصى إليه بقضاء ديونه، كأنه أوصى له إليه بقضاء ديونه، فيشترط عندها قبول من؟ قبول من أوصى إليه ليصير وصيا. فصار إذن هنا عندما يقول المريض لوارثه تكفل عني يشترط قبول من؟ الوارث. يشترط قبول الوارث وليس قبول غيره، يعني المكفول له، لأن وجه هذا الاستحسان أنه صار كالوصية. الوجه الثاني، الوجه الثاني لصحة هذا الاستحسان أن المريض، أن المريض هنا قائم مقام الطالب، قائم مقام المكفول له، قائم مقام المكفول له. طيب لما قام المريض، لما قام المريض مقام المكفول له؟ قال لأن المريض بحاجة إلى تفريغ ذمته من الدين، هو محتاج إلى تفريغ ذمته من الدين، ولا ضرر على إقامة المريض مقام المكفول له، بل فيه نفع للمكفول له، فيه نفع للغريم، لأن صار يستطيع أن يطالب، صار عنده الآن ذمتان، ذمة المريض وذمة الكفيل، ففيه نفع محض للمكفول له أو للطالب. فتكون على الوجه الأول للاستحسان وصية، تكون على الوجه الأول وصية، وعلى الثاني، وعلى الثاني تكون كفالة، وعلى الثاني تكون كفالة. واضح أحبابنا؟ إذن هذا القول المريض لوارثه تكفل عني بكذا وكذا عند غيبة الغرماء له كم وجه؟ له وجهان، من وجه هو وصية ومن وجه هو كفالة. لذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله ذكر كلاما طويلا هنا، ذكر اعتراضات وإيرادات إلى آخره، بالآخير ماذا قال؟ قال والصواب عندي أن لهذا الكفالة لها وجهان، وجه من أنها وصية فيندفع ما أورد علينا بهذا، ووجه من أنها كفالة فيندفع عنا الإيرادات الثانية. ذكر إيرادات و أجاب عنها، كلام طويل ذكره الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى. الله. قال ولذا يصح، ولذا يعني ولأجل أن هذا الذي ذكره المريض تكفل، قال لوارثه تكفل عني، ولأجل كون هذا وصية، ولهذا يعني ولأجل أن ذلك وصية، ماذا يصح؟ قال يصح يعني عقد هذه الكفالة، يصح وإن لم يسم المكفول لهم وشرطه، يعني ولأجل أن ذلك وصية شرط أن يكون مليئا، أن يكون المريض مليئا عند الموت، أن يكون مليئا، لأن الوصية تصح في المال عند الموت. قال في الهداية ولو قال المريض ذلك
ولو قال المريض ذلك أي تكفل عني بما علي من الدين، قاله لأجنبي ففعل الأجنبي ذلك. اختلف المشايخ فيه، يعني منهم من لم يصحح ذلك لأن الأجنبي غير مطالب بقضاء الدين، غير مطالب بقضاء الدين لا في الحياة ولا بعد الموت بدون أن يلتزمه. قال فمنهم الفقهاء من صحح ذلك، من لم يصحح ذلك، ومنهم من صححه. إذا فيها خلاف إذا قال لأجنبي. الله. قال في الفتح والصحة أوجه، والصحة أوجه. قال وإن كان الدين على اثنين، إن كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر، يعني اشترى زيد وعمر عبدا، اشترى زيد وعمر عبدا من بكر بألف درهم كل واحد 500، فزيد كفيل عمرا بخمسمائته عند بكر، وعمر كفل زيدا بخمسمائة عند بكر، كل منهما كفل صاحبه عند بكر. وإن كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر، فما أدى أحدهما من الدين، أنا الآن لبكر له في ذمة كم؟ 500، فدفعت له 100، هذه من حصتي، 200 من حصتي، 300 من حصتي، 400 من حصتي، فهل أدفع أنا أملك أن أرجع أقول لعمر تعال أنا دفعت 400 أعطينيها؟ قال لا أملك ذلك، دفعت 500 من حصتي، دفعت 100 السادسة أملك الرجوع على عمر بأنني دفعتها عنه لأنني كفيل له بنصيبه. قال فما أدى أحدهما من الدين الذي عليهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف لتحقق النيابة، يعني متى ينوب عن صاحبه؟ إذا زاد ما أداه على النصف، ما دام يؤدي أقل من النصف ويؤدي عن نفسه فيرجع بالزيادة، لأن الأداء إلى النصف، لأن الأداء من أحدهما إلى النصف يعني من قيمة العبد الذي اشترياه، لأن الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة، واضح؟ هذا إيش؟ أداء إلى النصف، فهذا الذي أدى هل هو يؤدي على جهة الأصالة عن نفسه؟ أم هو على جهة الكفالة عن صاحبه؟ قال والإيقاع عن الأصالة أولى لما فيه من إسقاط الدين. جميل هالكلام. الآن أنا وعمر مع بكر، أنا الآن كفلته وكفلني، أنا الآن عندي جهتان، أنا مطالب علي دين ومطالب بأداء دين غيري، وهو عليه دين ومطالب بأداء غيري، فأنا عندما دفعت خمسمائة، الأولى أن تكون عن حصتي. ليه؟ لأنه علي الآن أنا التزامان، دين ومطالبة، فأسقط الدين فتبقى المطالبة. قال والإيقاع عن الأصالة أولى لما فيه من إسقاط الدين والمطالبة جميعا بخلاف الكفالة، يعني بخلاف الأداء على جهة الكفالة، فإنه لا دين على الكفيل، أنا ليس علي دين، وإنما تسقط المطالبة فقط، إذا أديت عن المكفول، أنا الكفيل أديت عن المكفول تسقط عني المطالبة فلا يطالبني. في إشكال أستاذ؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ ماذا؟ إن شاء الله تعالى.
سقط عنه الدين وعليه المطالبة، المطالب بأن يدفع ديون مكفوله. الكفالة عليه مطالب فقط. هو الآن أنا علي دين وكفلتك، علي دين ومطالبة، فلما دفعت مالي تمام، أو نقول بالنظر إلى كوني مدينا، أنا الشريك في وجهان، وجه بأني مدين بأني مشتري، ووجه بأني كفيل. في الوجه بأني مشتري علي أمران، دين ومطالبة، أنا مطالب بالدين ومطالب بالسداد، ووجه أني كفيل علي المطالبة فقط. فإذا دفعت المال وحسب عني أسقطت الدين من ذمتي وأسقطت أن يطالبني كذلك بدينه. الآن الوجه الثاني أنا كفيل، فبقيت الكفالة فقط. واضح؟ هذا للتقريب. قالوا إذا تكفل اثنان عن رجل بألف، زيد عليه ألف، جاء بكر وعمر تكفلا عن زيد بألف، فإذا تكفل اثنان على عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه الآخر، يعني بكل المال، يعني أنا علي ألف، جاء زيد وبكر وذهبا إلى عمرو، فقال زيد أنا أكفل فلان بالألف، وقال عمرو أنا أكفل فلان بالألف، وكل منهما كفل الآخر بالألف، وكل منهما كفل الآخر بالألف لبكر. وإذا تكفل اثنان عن رجل، أول شيء تكفلا عني بالألف، ثم كفل كل منهما عن صاحبه، على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه الآخر، فما أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه. أنا أديت 100، أنت أديت 100 من ديني، ترجع على كفيلك ب50، ثم أنتما ترجعان علي بال100، ثم أنتما ترجعان علي، أو أنت بالخيار ترجع علي بال100 مباشرة، ولكن الخط الأول ترجع أنت على من؟ على الكفيل الثاني. قال فما أدى أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان ما أداه أو كثيرا. قال في الهداية ومعنى المسألة في الصحيح، الصورة الأولانية مولانا أنا وأنت اشترينا شيئا، أنا وأنت علينا دين، أنا وأنت علينا دين تمام، أنت كفلتني في ديني وأنا كفلتك في دينك، وهذا الدين لشخص ثالث. أما هذه الصورة الآن شخص ثالث عليه دين، زيد في ذمته دين لبكر، فجاء محمد وأحمد كفلا زيد، يعني الصورة الأولى فيها ثلاث أشخاص، هذه فيها 4. الصورة الثانية فيها صاحب الدين الدائن والمدين، وشخصان كفلا المدين كفلاه، وكل منهما كفل صاحبه. قال في الهداية ومعنى المسألة في الصحيح أن تكون، يعني أن تكون كفالة كل واحد منهما، أن تكون كفالة كل واحد منهما كفالة بالكل، يعني أمشرح الآن العبارة الشيخ أمشرح ما قال ومعنى المسألة، هذه المسألة قد تكون غير واضحة، أمشرحها الآن الشيخ المرغناني، قال أن تكون، ما هو اسم تكون؟ أيوة، أن تكون كفالة كل واحد منهما كفالة بالكل، كفالة بكل المال، كما قلت أنت أول شيء كفلت كل المال، والثاني كفل كل المال، ثم كل منهما كفل عن صاحبه كل المال. كفالة بالكل عن الأصيل، وبالكل عن الشريك. عن الشريك بأي؟ هنا في شريك عندنا،
عن الشريك بالكفالة. واضح؟ لا تقول لا أنت تقوم. من أين جاء بالشريك؟ عن الشريك بالكفالة، أنت شريكي بهذه الكفالة. فقيد هذا الكلام عن الشريك، أي الشريك بالكفالة وبالكل، وتكون يعني كفالة. الصحيح أن تكون كفالة كل واحد منهما كفالة بالكل عن الأصيل، وتكون كفالة بالكل عن الشريك، لأن ما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما، إذ الكل كفالة، فلا ترجيح للبعض على البعض بخلاف ما تقدم. يعني في المسألة الأولى حيث قلنا هناك يرجع على صاحبه ما لم يزيد على النصف. قال ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة، بمال الكتابة، لأن هذا الدين ليس دينان صحيحا. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة، وكذا بكل مال يجب للسيد على المكاتب، كل مال يجب للسيد على المكاتب لا تجوز الكفالة به، لأن هذه الأموال ديون غير صحيحة. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به، أي بمال الكتابة، أو عبد تكفل به، يعني بمال الكتابة، لما مر من أن شرط صحة الكفالة بالمال أن يكون دينا صحيحا. ما هو الدين الصحيح؟ قال وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء أو الإبراء. والمكاتب لو عجز سقط دينه، سقط دينه بالعجز، يعني من غير أداء، من غير أداء. والكفيل لا يبرأ إلا بالأداء، فيتعارضان. قال وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا، ولم يترك شيئا، فتكفل رجل وارثا كان أو غيره عنه، عن الرجل الذي مات، للغرماء، قال أنا أدفع لكم جميع ما عليه من ديون، تكفل بما عليه من الديون، ما الحكم؟ لم تصح الكفالة عند سيدي أبي حنيفة، لم تصح، سواء كان هذا الرجل الذي تكفل أجنبيا أو وارثا، ما تصح. ليه؟ قال لأن الدين سقط بموته مفلسا، سقط الدين، فكيف تتكفل أنت عن شيء ساقط؟ فصار كما لو دفع المال. أيوة جميل، أنا علي دين الآن، ذهبت إلى زيد، زيد له في ذمتي دين، زيد وعمر، زيد جالس يتكلم علي، يقول يا أخي هذا أعطيته المال ولم يرجعه، ومتى يتكلم علي؟ عمر جالس هكذا منزعج، كيف يتكلم على الشيخ هذا؟ فافترقا. بعد ذلك جئت دفعت المال لزيد أنا، ورجع عمرو إلى زيد فقال له أنا أكفل الدين الموجود على الشيخ، تصح الكفالة هذه؟ ما تصح، لأن ديني قد سقط. فإذا سقط الدين لا تتعلق به الكفالة. قال لأن الدين سقط بموته مفلسا فصار كما لو دفع، يعني المديون، المال ثم كفل به إنسان، ثم كفل بالدين إنسان، فلا يصح، لا تصح هذه الكفالة. سيأتي معنا، سيأتي طبعا الدين هنا يبقى الحق موجود في الآخرة. وقالا تصح الكفالة، وقالا تصح الكفالة، لما؟ قال لأن هذا الرجل الذي كفل الدين، لأنه كفل بدين ثابت، بدين ثابت، ولم يوجد المسقط للدين، لم يوجد، لأن الإسقاط لا يكون إما بالإبراء أو بالإيفاء أو بالانفساخ العقد إن وجد سببه، هكذا يكون إيش الإسقاط، هكذا قال الصاحبان. وبالموت
لا يتحقق لا إيفاء ولا إبراء ولا فسخ بالموت، ولم يوجد المسقط. ولهذا يعني ولأجل ما ذكرنا من عدم سقوط الدين، ولهذا ولأجل ما ذكرنا من عدم سقوط الدين يبقى في الآخرة، يبقى الدين في حق أحكام الآخرة. ولو تبرع به يعني بأداء الدين، ولو تبرع به بأداء الدين إنسان يصح، يعني يصح التبرع به. قال في التصحيح: واعتمد قول الإمام المحمودي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي وغيرهم، قيد بكونه لم يترك شيئا، لأنه لو ترك ما يفي ببعض الدين صح بقدره، صح عقد الكفالة بقدره، يعني بقدر ما ترك من المال، كما في ابن ملك، كما في ابن ملك. غالبا لما يقول كما في ابن ملك بيكون مراد به الشرح ابن ملك على مجمع البحرين، كتاب مطبوع، مطبوع كتاب، عندي الكتاب من جديد اقتنيته، كتاب جميل مطبوع هنا، لا 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 مطبوع في مصر، أظن في مصر مطبوع في دار، نسيت اسمه الدار، كبير الكتاب 9 مجلدات أو 10 مجلدات. اي نعم، ومجمع البحرين لابن الساعاتي، مجمع المتن، مجمع البحرين أظن ابن الساعاتي، شرح له شروح كثيرة. ها الذي عندي أنا شرح ابن الساعاتي كذلك، هو صاحب المتن ليس ابن الملك. ليس غير مجمع المجمع مجمع البحرين له شرحه المتن لابن الساعاتي وشرحه ابن الساعاتي، المطبوع الذي أنا لابن الساعاتي. على كل ابن الملك له شرح على مجمع البحرين. ثم قال: كتاب الحوالة. كتاب الحوالة، نقف هنا لعلكم تعبتم، يعني كم قرنا؟ ساعة، قرنا نصف ساعة، 10 دقائق، نقف عند كل عند أو نقرأ قليلا من كتاب الحوالة. كم؟ نقرأ 10 دقائق، ما أنا وقت. ما فهمت مولانا؟ يسقط بالإبراء أو الإيفاء أو بالانفساخ عند وجود السبب، عند وجود السبب الفسخي. هنا كتاب الحوالة. قال: مناسبتها للكفالة من حيث إن كلا منهما من الكفالة والحوالة يعني التزام بما على الأصيل، بما على الغير يعني، ويستعمل كل منهما موضع الآخر. يعني إن وجد معنى الحوالة في لفظ الكفالة كانت الكفالة حوالة، وإن وجد معنى الكفالة معنى الكفالة في عقد الحوالة كانت كفالة، وهكذا. قال: الحوالة لغة النقل، لغة النقل يعني مطلقا، سواء كان المنقول دينا أو عينا، ثابتا في الذمة أو ثابتا في الخارج. إينا. وحروف الحوالة، حروف الحوالة كما قالوا، كيفما تركبت دارت على معنى النقل والتحويل. حروف الحوالة كيفما تركبت دارت على معنى النقل والتحويل. قال: وشرعا نقل الدين، نقل الدين يعني مع المطالبة، نقل الدين تنقل الدين من ذمة إلى ذمتك مع المطالبة، مع المطالبة نقل الدين. وقيل نقل الدين فقط، نقل المطالبة فقط، نقل المطالبة فقط، ويبقى الدين ثابتا في ذمة المحيل، في ذمة المحيل. نقل الدين يعني الآن في ذمة دين، أحلتك بهذا الدين إلى عمر، نقلت الدين والمطالبة إلى زيد، فأنت المحتال المحال لا تعد تطالبني، واضح؟ فقيل الحوالة هي نقل الدين والمطالبة، وقيل هي نقل المطالبة فقط، نقل المطالبة.
قال نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه، أو إلى ذمة المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه. وذكرنا في مرة ماضية أحبابنا تعريف الذمة، وذكرنا كلام تقريبا طويل حول ذلك. قلنا هي الذمة هي وصف شرعي، الذمة وصف شرعي به بهذا الوصف الأهلية لوجوب ما له وما عليه. لابد أن نعرف معنى الذمة، وصف شرعي به الأهلية لثبوت به الأهلية لثبوت ما له وعليه. قال هي الحوالة شرعا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. احنا عندنا المحيل هو المديون، المحيل هو المديون، عندنا محتال ومحتال له ومحال ومحال له، هؤلاء الأربعة هم الدائن، الدائن يسمى محال ومحال له، محتال ومحتال له، ولكن هم يتحاشون عن قول المحتال ومحتال له لما فيه من معنى غير لائق يعني. وعندنا محتال عليه ومحال عليه، محتال عليه ومحال عليه، وهو صاحب الدين، عفوا، وهو من يقبل الحوالة، الشخص الثالث الذي يقبل الحوالة. وعندنا المحال به وهو المال الدين. أكون هذا كله سيأتي معنا إن شاء الله. قال وهي الحوالة جائزة بالديون، بالديون يعني ما يثبت في الذمة، لأن هذا النقل الحوالة هي نقل ما في الذمة إلى ما في الذمة، نقل المعنويات وليس نقل الأعيان. الحوالة جائزة دون الأعيان، لأن الحوالة تنبئ عن النقل والتحويل في الدين لا في العين، لا في العين. وتصح الحوالة برضا المحيل، برضا المحيل وهو المديون، لأن ذوي المروءات، انتبه الكلام ما أجمل أحبابنا. هذا الشرط الآن شرع في بيان شروط ما تصح، شروط صحة الحوالة. تصح الحوالة بشرط رضا المحيل، هذا الشرط مختلف فيه، منهم من قال يشترط رضا المحيل، ومنهم من قال لا يشترط رضا المحيل، ولكن الشيخ القدوري رأى أنه يشترط رضا المحيل. ليه؟ قال لأن من هو المحيل؟ المديون. قال لأن ذوي المروءات، أصحاب المروءة، أصحاب الشرف، أصحاب المكانة، أصحاب الكبرياء، أصحاب الأنفة، أصحاب عزة النفس، الذين يعني لا يسمحون لأحد أن ينال من شرفهم أو من عرضهم أو من الطعن بهم، هم يحافظون على أعراضهم كحفاظك على الثوب الأبيض من الدنس. لذلك عمر بن عبد العزيز لما استلم الخلافة أتى للحسن البصري قال له بمن تنصحني أن أستعين على هذه الخلافة الإمارة؟ فنظر الحسن البصري فقال أما الصالحون وأهل الدين وأهل التقوى وأهل العلم وأهل الصلاح فلا حاجة لهم بك، وأما أهل الدنيا وأهل النفاق والدجال فلا حاجة لك بهم. قال بمن أستعين إذن؟ قال عليك بأهل الشرف والمروءات، أهل الشرف والمروءات، صاحب المروءة تقطع رأسه ولا يدنس سمعته بكلمة. صاحب المروءة مستحيل أن ينظر إلى عرض جاره، صاحب المروءة مستحيل أن يغدر، أن يخون، أن يعطيك باليمين ويأخذ منك باليسار. صاحب المروءة لا يرضى أن يكون الكلب أوفى منه، صاحب المروءة لا يرضى أن يشرب من إناء ثم يبصق فيه. صاحب المروءة هو كالثوب الأبيض لا يتسخ أبدا، ولا يرضى أبدا أبدا أبدا
أن يوسخ نفسه. فلذلك أعظم وأجل ما في الوجود أصحاب المرؤات. أصحاب المرؤات وإن طعنتهم في الظهر لا يطعنوك، وإن غدرتهم لا يغدرون بك، وإن أفشيت أسرارهم لا يفشون سرك. أصحاب المرؤات هم أعظم ما في الدنيا، لذلك هم قلة، هم قلة. فلذلك ينبغي أن نوطن أنفسنا على أن نكون من أصحاب المرؤات. فصاحب المرؤة لا يرضى أن يتحمل دينه غيره، يقول لك أنا فلان يقضي عني ديني، لا والله أبيع بيتي ولا يقضي فلان عني، أنا يقال عني بأن فلان. انظر أصحاب المرؤات، الجلوس معهم عز وشرف، الانتماء إليهم عز وشرف، والله النظر إليهم عز وشرف عندما تنظر إلى صاحب مرؤة. أما ذاك الذي يطعن بالخلف ويغدر ويخون ويعطيك الدرهم ليأخذ منك عشرة، يبتسم بوجهك ليأخذ منك ما يريد وبعد ذلك يطعن، هذا والله والله الكلب الأجرب أشرف منه وأعدل، الكلب الأجرب أشرف منه وأعدل، وأعاذنا الله من أولئك. على كل إذن أنا تكلمت عن أصحاب المرؤات ليه؟ لأبين لك يعني عظمة اختيار الشيخ القدوري، أنه قال يشترط رضا المحيل، قال لأن ذوي المرؤات قد يستنكفون عن تحمل، يعني يأنفون تحمل غيرهم ما عليهم من الدين، فلا يرضى أحدهم، فلا بد من رضاه، لا بد من رضاه كي لا نؤذيه، كي لا يؤذى أصحاب المروءة. إذا تصح الحوالة برضا المحيل والمحتال له، والمحتال له وهو الدائن، لأن فيه انتقال حقه، لا بد أن يرضى المحتال له، لأن انتقال الدين من ذمة، من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. زيد سهل الدفع، أمين، عنده أخلاق، عنده تقوى، ولكن عمر بخيل، شحيح، عتيد، غليظ، فإذا الذمم تتفاوت، فلا بد أن يرضى المحتال، أنا رضيت بك أنت ولكن قد لا أرضى بغيرك. قال والمحتال له وهو الدائن، لأن فيه انتقال حقه إلى ذمة أخرى، والذمم متفاوتة يعني في الوفاء، فلا بد من رضاه. والمحال عليه، لا بد المحال عليه وهو من يقبل الحوالة، لأن فيها إلزام الدين، في الحوالة إلزام الدين ولا إلزام بلا التزام، فلا يصير ملزما إلا إذا هو التزم. قال ولا خلاف إلا في الأول وهو رضا المحيل. قال في الزيادات الحوالة تصح بلا رضا المحيل، لأن التزام الدين من المحتال عليه وهو من يقبل الحوالة تصرف في حق نفسه، والمحيل يعني المديون لا يتضرر، يعني لا يتضرر بتصرف المحتال عليه في حق نفسه، بل فيه منفعة، فيه منفعة للمحيل، لأن المحتال عليه، المحتال عليه لا يرجع، يعني المحتال عليه إذا دفع، إذا دفع بدون أمر المحيل لا يملك المحتال عليه أن يرجع على المحيل، وهذا الذي يجعل أهل المرؤات يأنفون. قال وفيه بل فيه منفعة يعني للمحيل، لأن المحتال عليه لا يرجع على المحيل، يعني لا يرجع يعني على المحيل إذا لم يكن بأمره. فهمنا أحبابنا؟ درار. وإذا تمت الحوالة باستيفاء ما ذكر، يعني بقبول المحتال له والمحتال عليه والمحيل، قبل الثلاثة، برئ المحيل من الدين والمطالبة كذلك، برئ المحيل من الدين على المختار، على المختار، فلا يرجع الطالب بالدين على المحيل أبدا إلا بحالة واحدة، إذا هلك المال، إذا هلك المال عند المحتال عليه، كما سيذكر هذا كلام الشيخ.
وقال زفر لا يبرأ، لا يبرأ المحيل من المطالبة، لا يبرأ اعتبارا بالكفالة، قياسا على الكفالة، لأن كل واحد منهما من الكفالة والحوالة عقد توثق، عقد توثق يعني هو عقد يوثق حق المطالبة، كل من الكفالة والحوالة عقد يوثق حق المطالبة، حق المطالبة بأن يطالب المكفول له، المكفول له أو المحال أن يطالب المحتال عليه أو أن يطالب الكفيل. ولأئمتنا أن الحوالة للنقد لغة، والدين متى انتقل من الذمة لا يبقى فيها، لا يبقى في الذمة، لا يبقى في الذمة، بل تبقى الذمة الأولى فارغة وتصير الذمة الثانية مشغولة، والشيء الواحد لا يوجد في موضعين بآن واحد إلا على وجه على سبيل خرق العادة، سبيل الكرامة. نعم. ولأئمتنا أن الحوالة للنقل لغة، أو لغة، أن الحوالة للنقل لغة، يعني في اللغة، أن الحوالة للنقل في اللغة، أن اللغة هنا منصوبة على نزع الخافض، ولا نقول هي لغة معروف خبر، لأن لا أظن أن تكون خبر إن، بل هي بالأصل منصوبة على نزع الخافض. لتقدير الكلام، ولأئمتنا أن الحوالة للنقل في اللغة، والدين متى انتقل من الذمة لا يبقى فيها، بخلاف الكفالة، بخلاف الكفالة فإنها للضم. والأحكام، المراد بالأحكام الشرعية أحبابنا هنا العقود الشرعية، اكتب عندك الأحكام أي العقود الشرعية، والأحكام الشرعية أي العقود الشرعية وفاق المعاني اللغوية. يعني المراد بهذا الكلام أن العقود الشرعية المسمى بأسماء لا بد وأن تعتبر فيها معاني تلك الأسماء. العقد الشرعي ما تسميه باسم، هذا الاسم له معنى، لا بد أن يعتبر معنى هذا الاسم في هذا العقد الذي سميته بهذا الاسم، وإلا لو لم يعتبر لما كان هناك فائدة في تخصيص هذا العقد بهذا الاسم. كنا أطلقنا عليه جميع الأسماء، أطلقنا عليه جميع الأسماء، ولكن لما كان من الضروري وجود معنى الاسم في هذا النوع من العقود، قلنا العقود الشرعية على وفاق المعاني اللغوية. ولكن زفر ماذا قال؟ الحوالة ليس مبرئة. ليه؟ لأنها للتوثق. ماذا الجواب؟ قال والتوثق الذي ذكره زفر باختيار الملأ الأملأ والأحسن قضاء، يعني التوثق لا ينحصر فيما ذكره زفر، بل يصدق كذلك التوثق باختيار الأملأ والأيسر والأفضل في قضاء الدين، فيكتفى به إذن تحقيق معنى التوثق، تحقيق معنى التوثق. ثم قال ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوثق، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لا يرجع المحتال على المحيل إلا بحالة واحدة، إلا أن يتوى المال، يهلك المال. وسيذكر الآن التفصيل في هذه المسألة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا الضالين، آمين.